حصاد السعيد الإخباري، والبداية بالعناوين. 6 محافظين جدد من أصل 7 يؤدون اليمين الدستورية، ورئيس الجمهورية يؤكد أن تجربة الأقاليم لا تعني تجزئة البلاد. قتلى وجرحى في اشتباكات بين الأمن ومسلحين قبليين بلهج، ونجاة مدير أمن المحافظة من عملية اغتيال بمنطقة الوهط. الحكومة تقر نقل اجتماعها المقبل إلى عدن، والسبب رغبتها في الاطلاع عن قرب على احتياجات المحافظة. تفاصيل هذه الأخبار وغيرها تشاهدونها ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أدى اليوم 6 من أصل 7 من المحافظين الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية بمناسبة تعيينهم في هذه المناصب، حيث أدى اليمين الدستورية الدكتور عبد العزيز بن حبتور محافظا لمحافظة عدن. حميد محافظا لمحافظة حضرموت. ودكتور حسن الهيج محافظا لمحافظة الحديدة. كما أدى اليمين الدستورية لمحافظة لمحافظة ذمار حمود عباد. ومحمد الرازحي محافظا لمحافظة صعدة. وأدى اليمين الدستورية محمد علي ياسر بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة المهرة. وعقب أداء اليمين الدستورية التقى رئيس الجمهورية بالمحافظين مجددا، تأكيده أن لجنة صياغة الدستور تضع اللمسات الأخيرة على مشروع الدستور الجديد لليمن الاتحادي المبني على العدالة والمساواة والشراكة في السلطة والثروة. واعتبر الرئيس هادي أن تجربة الأقاليم لا تعني تجزئة للبلاد بقدر ما هي توزيع عادل للسلطة والثروة وإعطاء الصلاحيات الكاملة للأقاليم بعيدا عن المركزية المفرطة التي كانت أحد أهم عوائق التنمية. رئيس الجمهورية الذي أعطى توجيهات للمحافظين أشار إلى التحديات والصعوبات التي تواجه اليمن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب، لافتا إلى أنه يعمل جاهدا مع كل القوى الخيرة في الوطن من أجل تجاوز التحديات والخروج باليمن إلى مرافق الأمن والأمان والاستقرار. قالت صحيفة حكومية ناطقة باسم الجيش إن مزيدا من القرارات الجمهورية ستصدر بإجراء تعيينات جديدة وتغييرات في العديد من المناصب العليا بالدولة ومؤسساتها. ونقلت سبتمبر نت عن مصادر مطلعة إن هذه القرارات ستأتي في إطار تفعيل الأداء العام للحكومة وتطبيق قانون التدوير الوظيفي ولائحته التنفيذية، فضلا عن تحقيق الشراكة الوطنية وضمان التمثيل العادل لمختلف القوى
والأطراف، وذلك تنفيذا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني في هذا الجانب والاتفاق السلم والشراكة الوطنية مع ضمان حيادية الدولة ومؤسساتها والبعد بالوظيفة العامة عن الصراعات السياسية. المصادر أشارت إلى أن من بين تلك القرارات المتوقع صدورها في الفترة المقبلة جراء تعيينات وتنقلات واسعة في السلك الدبلوماسي يشمل العشرات من سفارات اليمن في عدد من الدول. دعت أحزاب اللقاء المشترك الحكومة ورئيس الجمهورية إلى احترام القانون والاتفاقيات الموقعة من قبل كل المكونات السياسية. وفي بيان صادر عن اجتماعه التشاوري اليوم، أكد المجلس الأعلى للقاء المشترك إن موقفا واضحا ومعلنا سيتخذه إذا استمر نهج تجاهل القوى السياسية ونقض الاتفاقيات المبرمة وتجاوز مبدأ الشراكة الوطنية المتفق عليه. واعتبر البيان قراري التعيين الأخيرة بأنها جاءت مخالفة للإجراءات الواجب اتباعها دستوريا وقانونيا ومخالفا لمخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، مؤكدا أن إصدار قرارات تعيين بطريقة مخالفة للقانون والدستور ستعمل على خلق مزيد من الأزمات وإرباك المشهد السياسي وعرقلة سير العملية السياسية، حد وصف البيان. قالت مصادر محلية إن 3 أشخاص قتل اليوم وأصيب 6 آخرون في اشتباكات اندلعت بين الأمن ومسلحين قبليين في محافظة لحج. وأشارت المصادر إلى أن اشتباكات وقعت بين جنود من قوات الأمن الخاصة ومسلحين من قبائل العزيبة بمدينة صبر على الخط العام الرابط بين محافظتي عدن وتعز. المصدر الأمني أوضح أن المسلحين قاموا بقطع طريق عدن تعز للمطالبة بالإفراج عن سجين لدى السلطات الأمنية بالمحافظة يشتبه بضلوعه بالاشتراك في اغتيال أحد مرافقي مدير الأمن قبل 2 شهر، مشيرا إلى أن رجال الأمن تمكنوا من إعادة فتح الطريق بعد اشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة 10 جنود وصفت بالطفيفة. وفي تطور آخر، نجا مدير أمن محافظة لحج من محاولة اغتيال بكمين مسلح استهدف موكبه في منطقة صبر بمحافظة لحج. وقالت مصادر أمنية إن موكب مدير أمن محافظة لحج العقيد عثمان معوضة تعرض لكمين مسلح في منطقة الوط بصبر ما أدى إلى مقتل أحد مرافقيه وجرح آخر. وبحسب ذات المصادر فإن الكمين جاء على خلفية الاشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين من قبيلة العزيز باب منطقة صبر بلحج. وجه رئيس الوزراء خالد بحاح الوزارة المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجاوز التعثر القائم في استكمال مشروع مطار صنعاء الدولي الجديد وإنهاء كافة الإشكاليات التي تحول دون التسريع بعملية التنفيذ والإنجاز المطلوب. جاء ذلك أثناء زيارته التفقدية اليوم لمشروع مطار صنعاء الجديد ولقائه باللجنتين الوزاريتين والفنية المعنيتين بعملية الإشراف والمتابعة والتنفيذ للمشروع. رئيس الوزراء استمع إلى شرح من اللجنتين عن مجمل الجوانب الفنية والتمويلية والأسباب التي تقف وراء تعثر هذا المشروع الحيوي للعاصمة صنعاء والوطن عموما ولفترة تزيد عن 5 أعوام. أعلنت الحكومة عقد اجتماعها الأسبوعي المقبل في محافظة عدن وذلك للاطلاع عن قرب على احتياجات المحافظة. وأوضح مصدر حكومي اليوم في تصريحات نشرها موقع سبتمبر نت التابع لوزارة الدفاع، أوضح أن رئيس وأعضاء الحكومة سيزاولون عملهم خلال الأسبوع المقبل في عدن. وعز المصدر السبب في نقل الاجتماع إلى عدن لرغبة الحكومة في الاطلاع عن قرب على احتياجات المحافظة من المشاريع والعمل على تسريعها، وذلك في إطار جهود وخطط الحكومة الرامية إلى النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي لعدن.
تمكن خبراء المتفجرات من تفكيك عبوة ناسفة زرعت داخل الحوش مبنى جامعة عدن. ونقل مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية عن شرطة محافظة عدن القول بأن القنبلة المكتشفة هي دفاعية مربوطة بصاعق عبر جهاز تحكم، وأنها وضعت من قبل أشخاص مجهولين، مشيرة إلى أنه تم إبطال مفعول العبوة وأن إجراءات التحقيق جارية لمعرفة من يقف خلف زراعتها. حصاد السعيدة لهذه الليلة مستمر وفيه بعد الفاصل. خلال اختتام أعمال اللقاء التشاوري لقيادات الغرف التجارية، المحافظ شوقي يشيد بدور القطاع الخاص الداعم للاقتصاد الوطني. أشاد محافظ تعز شوقي أحمد هايل بالدور الوطني والرائد الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني والتنموي. جاء ذلك خلال اختتام أعمال اللقاء التشاوري الموسع لقيادات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية. اللقاء الذي اختتم اليوم أعماله بتعز تحت شعار دور الغرف التجارية في الدولة الاتحادية في ظل الأقاليم، أشار فيه المحافظ إلى ضرورة خلق شراكة حقيقية بين القطاع الخاص والدولة وتشجيع الاستثمارات والتركيز على المنشآت الصغيرة والأصغر، موضحا أن السلطة المحلية قطعت شوطا كبيرا في مشروع الشراكة المجتمعية الهادف إلى تنمية قدرات الشباب وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة. وأكد شوقي أن مستقبل اليمن لا يمكن أن ينهض إلا في ظل الأقاليم، لافتا إلى أن المركزية المفرطة عاقت مسيرة التنمية والتطور في اليمن. دشنت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بمدينة تعز القافلة التوعوية بمخرجات الحوار الوطني في إقليم الجند، والتي تأتي ضمن حملة مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. من تعز والتفاصيل. للتوعية بأهمية مخرجات الحوار وبأهمية تنفيذها، دشنت الأمانة العامة للحوار الوطني صباح اليوم بمحافظة تعز حفل قافلة مطلبي تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بإقليم الجند. إن تعزيز لغة الحوار سيؤتي ثماره بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل، والتي اتفقت كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي على حتمية الوصول للخروج من نفق الأزمات التي عكرت مزاج الفرح والاستبشار عند عامة شعبنا اليمني العظيم المؤمن بجدوى الحوار والمؤمن بأهمية الحوار وتنفيذ مخرجات الحوار. حفل التدشين حضره وكلاء محافظة تعز وإب الذين أكدوا على أهمية تنفيذ مخرجات الحوار لأنها الحل الأمثل والأمل الوحيد في إخراج البلاد من دوامة الصراعات والمماحكات التي تضر بمصلحة الوطن. هذه المخرجات التي نعتبرها مخرج أساسي ووحيد لخروج بلادنا مما تعاني هذه الأيام، وهي تضعنا على مشارف المستقبل. قافلة الحب والسلام والتي تنطلق من قيم الجند من محافظتي الثقافة والسياحة تعز الحالمة وإب الخضراء. خطوات وجهود مباركة نحو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. الحفل الذي أقيم تخللته فقرات غنائية ومسرحية عبرت في مضامينها عن شكل اليمن الجديد في ظل حكم الأقاليم. حضر الحفل ممثلون عن الأحزاب والشباب ومنظمات المجتمع المدني. في موكب جنائزي مهيب شيع أبناء محافظة البيضاء اليوم جثامين 4 مواطنين وتسع من طالبات مدرسة الخنساء الذين استشهدوا بتفجير إرهابي في مدينة رداع في 16 ديسمبر الجاري. وجدد المشيعون إدانة واستنكار أبناء محافظة البيضاء لهذه الجريمة، مؤكدين أن هذه المجزرة تعكس الوجع أو الوجه الحقيقي لعناصر الإرهاب. وشدد المشاركون في التشييع على ضرورة تضافر كافة الجهود الشعبية والرسمية لمحاربة الإرهاب بكل أشكاله، داعين الجهات الأمنية إلى الاطلاع بمسؤولياتها ومضاعفة جهود البحث والتحري لكشف من يقفون وراء هذه الجريمة. هي حق تنتهي.
معك الطفولة صديقاتي، أعلم أنكن عصافير في الجنة، لم أسامح من فرق بين عيوني تبكي دما، عيوني تشعر نارا، وقلب والفؤاد يهتف أين الحق. ودموعكم غالية ودموعنا غالية، والوطن غالي، ولكن هذا قدري أن أموت شهيدة وأصبح ولية. أبي أمي بلغ سلامي ولأخوتي وأصحابي. نظمت مؤسسة التوعية والإعلام الصحي اليوم بصنعاء ندوة حول أبراج الاتصالات وتأثيراتها على صحة الإنسان. شارك فيها عدد من البرلمانيين والمختصين والأكاديميين، وكذا ممثلين عن شركات الهاتف النقال. إلى التفاصيل. استخدام التقنية الرقمية وانتشار الهاتف النقال بشكل واسع أثيرت حوله مخاوف كثيرة تتعلق بأثره على صحة وسلامة الإنسان. حقيقة هذه المخاوف في اليمن وفق ما طرحه خبراء في هذه الندوة غير واقعية طالما التزمت الشركات بالمعايير المتبعة عالميا. لا يوجد ما يؤكد أو يدلل على أن هناك مخاطر حقيقية يعني يعول عليها تستدعي إيقاف يعني الأخذ والاستفادة من هذا المجال الحيوي الذي لا يمكن للإنسان أن يستغني عن تقنية الاتصالات. أبراج الاتصالات وأثرها على صحة الإنسان في ندوة نظمتها مؤسسة التوعية والإعلام الصحي بحضور خبراء وباحثين في الآثار الصحية من استخدام نظم الاتصالات اللاسلكية وممثلي شركات الاتصالات ومنظمات المجتمع المدني. الأوراق التي قدمت طالبت الدولة في توفير أجهزة قياس الإشعاع ونفت حدوث أي من مخاطر الإشعاع. نحن نظمنا هذه الدورة الندوة يعني استجابة لشكاوى الناس، لا بد أن نسمع صيحة الناس، لا بد أن نسمع شكواهم، فنظمناها كرسالة نهدف فيها إلى مع تعريف الناس ما هو الإشعاع، ما هي المخاطر المحتملة، وماذا ستقوم يعني الدولة سوف تقوم بإجراءات احترازية إضافية. الندوة وضعت النقاط على الحروف ونجحت تباعا للدراسات الدولية التي قدمت من تبديد مخاوف المواطنين من حقيقة مخاطر الإشعاع المنبعث من استخدام نظم الاتصالات اللاسلكية. لا تستطيع أي شركة المتبع حاليا، لا تستطيع أي شركة إقامة أي موقع للبث بدون أخذ تصريح مباشر من وزارة الاتصالات، وينزل الأخوة المهندسين والمعنيين بوزارة الاتصالات للإشراف على هذا الموقع، وعندما حتى إذا هناك أي بلاغ من قبل أي جهة تستطيع أن تتواصل مع الاتصالات والتبليغ عن أي موقع مخالف. إدارة المخاطر المتعلقة ببرامج الاتصالات تكون في توفير تقنية رديفة لتقنيات قياس الإشعاع وتأكد وزارة الاتصالات من التزام الشركات بالمعايير المتبعة دوليا. كشفت وزيرة الثقافة روى عبد عثمان عن سعي الوزارة لدى أمانة العاصمة لتخصيص الساحة المفتوحة أمام مبنى الوزارة لإقامة مسرح مفتوح في ميدان التحرير. كما أكدت الوزيرة خلال اجتماعها اليوم بعدد من موظفي الوزارة وحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة محمد البابلي، أكدت أن تصحيح وضع صندوق التراث والتنمية الثقافية أولوية هامة لمعالجة كثير من الإشكاليات التي تعاني منها الوزارة الهيئات التابعة لها. أروى عثمان أوضحت أن الوزارة ستعمل جاهدة وستواصل جهودها لرفع ميزانية الوزارة وإعادة النظر في برامجها بما يخدم أهدافها على مختلف الأصعدة. كما كشفت عن بعض برامج الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومنها تنظيم معارض للكتاب والفنون التشكيلية والحرف اليدوية من المقتنيات الموجودة في مخازن صندوق التراث والتنمية الثقافية. جدد طلاب جامعة صنعاء اليوم دعوتهم رئاسة الجامعة إلى التعاقد مع شركة حراسة أمنية معترف بها ولا تتبع أي جهة. وفي مسيرة الرافضة لتواجد المسلحين في الجامعة، طالب المحتجون رئاسة الجامعة إلى اتخاذ إجراءات للتسريع في انتخابات اتحاد طلاب اليمن. وأكد الطلاب في بيان أصدروه اليوم استمرار احتجاجاتهم حتى تجرد الجامعة من السلاح.
أعلن نحو 60 أديبا وفنانا وصحفيا يمنيا تضامنهم الكامل مع وزيرة الثقافة في حكومة الكفاءات أروى عبد عثمان، وأوقعوا اليوم على وثيقة تضامن معها تأييدا لها فيما وصفته الوثيقة بمكافحة الفساد داخل الوزارة. يأتي هذا في حين نظم بعض موظفي الوزارة وقفة احتجاجية للمطالبة برحيلها. إلى التفاصيل. تستمر الاعتصامات المفتوحة داخل المؤسسات والوزارات والدوائر الحكومية يوما بعد آخر. هنا في وزارة الثقافة يقيم العديد من الموظفين اعتصاما مفتوحا منذ أسبوع، واليوم كان لهم وقفة احتجاجية في حوش الوزارة، وكان لهم بيانا يتعلق بمضمون احتجاجهم ومضمون المطالب التي يطالبون بها. متعلقة في حقوق نحن كأن احنا موظفين، لا تعاقد. ايش طبيعة هذه الحقوق؟ مثل التعاقد، مثل بعضهم من الوزارة مش متعاقدين، بعضهم من الممثلين ما لهمش موظفين ولا هم متعاقدين في داخل الوزارة. تعمل على طمس الهوية الثقافية اليمنية وأيضا طمس العادات والتقاليد من خلال دعوتها أيضا إلى الرقص، وأنه شعب قالتها في الحفل التكريمي بأن شعب لا يغني لا يرقص، وشعب لا يرقص لا يستحق الحياة، بمعنى بأنها حكمت على الشعب اليمني أنه إذا لم يرقص من بدايته إلى نهايته فأنه شعب يضمحل ويجب إعدامه. وهذه طبعا تتنافى مع القيم، صح أن الرقص نوع من أنواع الفن لكن لا يجب أن تحمله الوزيرة ويكون مشروعها الأساسي والهم، وهذا أول إفصاح لها بأن مشروعها هو طمس الهوية الثقافية. في المقابل وعلى بعد أمتار من حوش الوزارة كانت وقفة أخرى لمحتجين آخرين، وهؤلاء رفعوا العديد من الشعارات المطالبة بتحسين القطاع الثقافي وإعطائه اهتماما يليق به. وفي ذات الوقت تأتي هذه الوقفة كما يقول المشاركون كدعم ومساندة لوزير الثقافة أروى عبد عثمان. نحن رافضين لهذا الموضوع بمنتهى التفصيل، نحن في عهد القانون في عهد النظام لا يمكن أن نتقبل معها لمنطقة القوة ومنطقة هذا منطقة غير ثقافي، منطقة غير إنساني. من يقوم بهذه الأفعال أو من يساعد على هذه الأفعال فهذا بعيد عن الثقافة، بعيد عن الثقافة اليمنية بشكل عام، ليس كثقافة إنسانية فقط. نحن الآن نسجل الموقف قوي مع الأستاذ أروى وسنحققه بالقانون وبالسلام وبالمحبة، ليس بالعنف وليس بالقوة، ولن نرد العنف بالعنف. كما هي المواقف السياسية مستمرة في الانقسام، هم الموظفون مستمرون بالانقسام أيضا ما بين مؤيد ومعارض، وبين هذا وذاك مساحة واسعة لقراءة مواقف يجري التحكم بها عن بعد من قبل أطراف سياسية باتت تمتلك قدرة عالية في تحريك الأوراق إزاء أي طرف ترى أنه لا يوافقها الرأي والمصلحة. مجددا نعود ونذكركم بالعناوين. 6 محافظين جدد من أصل 7 يؤدون اليمين الدستورية، ورئيس الجمهورية يؤكد أن تجربة الأقاليم لا تعني تجزئة البلاد. قتلى وجرحى في اشتباكات بين الأمن ومسلحين قبليين بمحافظة لحج، ونجاة مدير أمن المحافظة من عملية اغتيال بمنطقة الواط. والحكومة تقر نقل اجتماعها المقبل إلى عدن، والسبب رغبتها في الاطلاع عن قرب على احتياجات المحافظة. لمتابعة هذه الأخبار وغيرها زوروا موقعنا على الإنترنت السعيدة.tv.com. شكرا لمتابعتكم لحصاد الليلة. أنتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.